لمزيد من التفاصيل انضم الينا عبر الهاتف من اسطنبول الاستاذ باسل حفار رئيس مركز ادراك للدراسات. اهلا بكم استاذ باسل الى هذه الجوله الاخباريه. يعني 3200 مسلح من المعارضه يخرجون من القلمون الشرقي، بدايه كيف تقرا ما يجري هذه الانسحابات او هذه عمليات الخروج باتجاه شمال سوريا؟ ما المتوقع في الفتره القادمه؟ حياكم الله، تحيه لكم ولمستمعيكم الكرام ومشاهديكم الكرام. الحقيقة هذه العمليات تأتي في إطار العمل ممنهج بدأ منذ فترة ليست قليلة، أكثر من سنة ونصف الآن، على بداية أولى عمليات التفجير، حيث يتم تفريغ الكثير من مناطق سورية من المعارضة ومن الثوار ونقلهم إلى مناطق أخرى، تمهيدا ربما لعملية لحل سياسي من نوع ما أو لترتيب سياسي معين دولي أو إقليمي يجري العمل عليه بشكل أو بآخر. لا شك أن النظام يعني هو طرف الضغط بشكل الأكبر باتجاه عمليات التهجير هذه، وخاصة أن كل عملية التهجير هذه حصلت في المناطق المناهضة للنظام، ومؤخرا هذه العمليات التي تجري في منطقة دمشق ومحيط دمشق في الغوطة وفي القلمون تمهد لمزيد من السيطرة النظام على هذه المناطق واستقراره فيها إلى أمد يعني معروف غير معروف تقريبا. هناك انتقادات وجهت للمعارضة بكون هذه المنطقة جبلية صعبة التضاريس، كميات كبيرة من السلاح سلمت، يعني ما الذي دعا المعارضة إلى الخروج من هذه المنطقة الصعبة فعليا تستعصي على النظام وروسيا من الدخول إليها؟ ما الذي دفع المعارضة لتسليم هذه الأسلحة والخروج من هذه المنطقة؟ نعم، يعني هذه المنطقة وبعض المناطق الأخرى ليست المشكلة فيها قدرة النظام على الدخول من عدمه، بقدر الآلة الإجرامية التي يستخدمها النظام ومن وداعميه من الروس والإيرانيين الذين يعني يمطرون المناطق المختلفة بكم هائل من القنابل والبراميل والمتفجرات وحتى الأسلحة الكيميائية، ويوقعون عدد كبير جدا من الضحايا. نعم، ربما يستطيع الثوار الصمود في هذه المنطقة وبعض المناطق الأخرى، لكن الثمن سيكون كما كبيرا من الضحايا المدنيين بأسلحة فتاكة محرمة أو غير محرمة دوليا. وفي ظل غياب الدعم الدولي والمحاسبة والتدخل من المجتمع الدولي الحقيقي الذي يمنع النظام ودعمه عن ارتكاب مثل هذه الجرائم، فإن الاستمرار في عملية المقاومة ضمن هذا الإطار حتى وأن ترتب عليه عدم دخول النظام إلى هذه المناطق سيترتب عليه سقوط عدد كبير جدا من الضحايا. أستاذ باسل، يعني الروس أصبحت لهجتهم تتجه باتجاه تقسيم سوريا، هذا الأمر يتوافق مع النظرة الأمريكية للحالة في سوريا، إلى أين تسير البلاد في ظل ما جرى في حمص ودمشق وتقدم النظام واستعادته للكثير من المناطق؟ يعني حديث الروس عن مسألة التقسيم هو إقرار من الروس بأن المناطق التي فقدها النظام في الشمال وفي الجنوب ومناطق أخرى لا يمكن للنظام أن يستعيد السيطرة عليها، وبالتالي ليس أمام النظام وداعميه إلا التخلي عن هذه المناطق أو إعلان انفصال المناطق التي هي تحت سيطرة النظام عن هذه المناطق. عمليا هذا الخيار لن يؤدي إلى التقسيم ولكن سيؤدي إلى التقاسم، بمعنى أن المناطق هذه المناطق التي سوف تنفصل عن دمشق أو عن سوريا المركز سوف تنضم تلقائيا عاجلا أو آجلا إلى دول أخرى مجاورة. الشمال يمكن أن ينضم إلى تركيا أو مناطق أخرى، والجنوب يمكن أن ينضم إلى الأردن أو مناطق أخرى، وبهذا الشكل. تلويح الروس بهذا الامر او الحديث عنه وطرحه على الطاوله هو في الحقيقه مفارقه مع لا يتشابه مع الطرح الامريكي. الطرح الامريكي يقوم على فكره احداث تعديلات في النظام معينه لكن ليست كبيره، في مقابل قبول السوريين بالانضمام مره اخرى او التفاعل او الاندماج مره اخرى مع سوريا المركز، وتبقى سوريا كما هي ضمن حدود ساكس بيكو، لان انضمام مناطق من سوريا الى دول اخرى هو امر غير محبب بالنسبه للامريكان. الامريكان لا يريدون انضمام مناطق للاردن او لتركيا. نعم، الأستاذ باسل حفار رئيس مركز إدراك للدراسات كنت معنا عبر الهاتف من اسطنبول، شكرا جزيلا لك.